الحالي. طب تعال نشوف الاحصائيه اللي بعديها، اكتر لعيبه صنعت ممكن اهداف. ممكن ارد بس بحاجه ديت يا خالد؟ اتفضل. طب يعني بعد الفتره اللي قعدها كهربا دي كلها ويجيب 11 جول، ده انجاز، ويعمل الماتشات اللي بيعملها دي. انا طبعا انا بحب زيزو جدا ومن طبعًا احسن اللعيبه اللي طبعًا لعبوا كره في مصر، مظبوط، لكن انا بعتبر كهربا هو النجم بتاع هذه الفتره. انت رديت على كهربا؟ لا، اصل انا مش مختلف عليه خالص. انا عمري ما كنت مختلف على كهربا انه لعيب كوره، لعيب كوره، ابن من ابناء النادي الاهلي، تربى في النادي الاهلي. لكن كهربا لعيب كوره طبعا، انا مختلف في حاجات تانية، لكن هو لعيب كوره، لعيب كوره ونص كمان. كابتن مصطفى، كهربا دخل على قوام فريق محترم، فريق منتظم طبعا، بياخد اول الدوري، فريق كبير جدا. زيزو لا، اختلف مع حبيب في الموضوع ده. زيزو في عدم انعدام للمستوى بعض اللعيبه بنسبه كبيره. كهربا اتحط في وسط 10 لعيبه، 10 لعيبه جاهزين. ده اللي هرد عليك يا احمد، 10 لعيبه جاهزين. ايوه، ما ده اللي بقوله. حاليا في دروب لعيبه كتير جدا، وتغيير اجهزه فنيه، وتغيير لاعبين. ده اللي انا عايز ارد عليك فيه. لما تبقى لعيب في وسط ناس واقفه على رجلها، انت عندك الثلاثه اللي في النص واللي قدام في حاله غير طبيعيه عندنا. يلا خالد، يلا خلود. اكتر لعيبه صنعوا اهداف برضه، زيزو بيجي في المركز الاول الموسم الحالي، صنع 17 هدف مع الزمالك. بعديه بيجي علي معلول من الاهلي، صنع 14 هدف. ثم حسين الشحات صنع 10 اهداف. رمضان صبحي بيراميدز 10 اهداف. امال لو كان في حالته كان عمل ايه؟ نعم؟ امال لو كان زيزو في حالته ولو كان الزمالك في حالته، انت بتتكلم زمالك رابع دوري، خرج من قبل نهائي الكاس، خرج من دوري مجموعات افريقيا، خرج من الدور الاول في كاس الرابطه، ورغم كده عامل الارقام دي. فما بالك لو الزمالك مكمل بقى او نتائجه كويسه. اخر حاجه معانا في الجزئيه